السلام عليكم طلاب، شلون الصحة؟ إذن الله تكونون بألف خير. إذن الله بهذا الفيديو راح أشرح لكم الجزء الأول من المنظمة الخاصة بالمختبر اللي تشرح لكم على المقاومات المتغيرة الصندوقية اللي هي بين قوسين المقاومات اللي نقدر إحنا نغير قيمتها، مو نفس المقاومات الثابتة اللي كنا نقرأ قيمتها من الألوان مالتها. نبدأ نقرأ ونشوف إذا كل شغلات لها توضيح. في بعض تجارب مختبر إلكترونيكس سنقوم باستعمال المقاومات المتغيرة الصندوقية ذات الحجم الكبير. من إيجابيات هذه المقاومات وأنها تعليمية، فتغيير قيمتها سهل وسريع للغاية، مما يتيح للمهندس التعرف على تأثير تكبير أو تصغير قيمة قامة معينة في دائرة معينة وبسهولة. كما من إيجابيات هذا النوع من المقاومات وأنها تستطيع أن تقاوم التيارات الكهربائية العالية إلى حد ما بدون مشاكل. أول مقطع بس هيك فشي تعريفي، ما ظن بأنه يراد له توضيح، فشي سهل. أنا أهم شي بالنسبة لي بأن هي شلون تستعملوها، بس هم خلينا نكمل قراية. أما بالنسبة لسلبياتها، فسعرها غالي للغاية مقارنة مع المقاومة ذات القيمة الثابتة هام الشريط الألوان، وكذلك حجمها الكبير لا يسمح لها أن توضع داخل الأجهزة الكهربائية، فلذلك يتم استعمال هذا النوع من المقاومات فقط في مراحل التصميم الأولى لجهاز معين، أي عند فحص النموذج الأولي للجهاز، إذ يتم تغيير قيمتها حتى الوصول للأداء الأمثل للجهاز، ومن ثم يتم استبدالها بمقاومة صغيرة ذات قيمة ثابتة. تفكير منطقي، أليس كذلك؟ بين قوس احنا ايش قاعد نقول؟ احنا بدائرة معينة مثلا نصممها نحتاج فد مقاومة، نبي بالبداية المقاومة بعدنا متأكدين من قيمتها ايش قد، فش نسوي؟ نربط مقاومة متغيرة، نظل نغير بقيمة هاي المقاومة إلى أن احنا نحصل على الأداء الأحسن اللي احنا نريده، سواء فولتية الإخراج شلونها والإدخال شلونها وهكذا، يعني خلينا نقول إن فولتية الإخراج شلون قاعدة تأثر قصدي بفولتية الإدخال وهكذا. لما نحصل على الأداء الأمثل نشوف قيمة هاي المقاومة ايش قد كانت، نشيلها نحط بدلها مقاومة ثابتة. ليش؟ لأن هذا مقاومة أولا كبيرة مو مال تنحط داخل الجهاز، ثانيا يعني هي سعرها غالي مقارنة بهذيك المقاومة الصغيرة الثابتة. فخلينا نشوف الصورة أعلاها تمثل مقاومة متغيرة صندوقية في مختبر إلكترونيكس مع بعض التأشيرات لمتحكماتها وفيشها التي سيتم شرح كيفية استعمالها في الصفحة التالية. كيفية استعمالها في الصفحة التالية، حيث أننا لنفهم كيفية استعمال المقاومة المتغيرة الصندوقية يجب علينا أن نفهم شيئين، وهما كيفية تغيير قيمتها وكيفية ربطها في الدائرة. أول شيء كيفية تغيير قيمة المقاومة المتغيرة الصندوقية. عملية تغيير قيمة المقاومة سهلة للغاية، فما علينا سوى تدوير واحدة أو أكثر من المتحكمات الستة الموجودة على المقاومة والمشرحة ألف وباء وتاء وجيم وحاء وخاء. أدنى ياها هذني، هاي ألف وباء وتاء وجيم وحاء وخاء، هذني ندورهن وعلى اساس التدوير مالتهن احنا نقدر نغير بقيمه المقاومه. حاليا كلهن ماتهن هذا السهم الابيض قاعد ياشر للصفر، تلاحظون هذا الرقم اللي هنا ما عم يبين عندكم لو لا، هذا هو رقم صفر. ومن الدورون ويا عقارب الساعه الارقام قاعد تزيد من الصفر لحد العشره، بضرب اخر رقم من عندكم هنا هو العشره، اوكي؟ اقل رقم طبعا هو الصفر. جوا كل وحده من عندنا اكو معامل ضرب، هاي تكون تنتبهون عليها، يعني هسه هاي مكتوب عن جواها اكس 1 اوم. هذا رمز الأوميجا اللي هو أوم، هذا إكس 10 أوم، إكس 100 أوم، إكس 1 كيلو أوم، إكس 10 كيلو أوم، وإكس 100 كيلو أوم. الإكس طبعا هو يمثل بأنه معامل ضرب. زين هسه، لكن كيف نعرف قيمة المقاومات قيمة جديدة للمقاومة بعد التوقف عن تدوير المتحكمات؟ لكي نفهم إجابة هذا السؤال فننظر للمتحكم المشار لها باء في الصفحة السابقة اللي نفسها هاي، سنلاحظ أن هناك رقما أسفل هذه المتحكمة هو رقم 10 اللي هو هذا الرقم 10، هذا الرقم يمثل معامل الضرب بالنسبة لهذه المتحكمة. فإذا دورنا المتحكم الباء مع عقارب الساعة حتى أصبح سهم المتحكمة يشير الرقم 3، فهذا يعني أن قيمة المقاومة المتغيرة الصندوقية تساوي 30 أوم. إذا احنا هاي فريناها بحيث السهم صار مو على الواحد ولا على اثنين ولا صار على ثلاثة، فهاي المقاومة صار قيمتها 30 أوم. ليش؟ إن هو معامل الضرب هذا ينضرب ويا الرقم اللي قاعدة تأشر عليه هذا السهم. حاليا لما هن هسه كلهن قاعد يأشرن على الصفر، فهاي المقاومة قيمتها 0 أوم. طبعا هي بهالحالة كلش غلط بأنني أربطها بالدائرة، لأن بس أربطها بالدائرة فاكو احتمال اكو التيار رح يجي فيحرقها. المقاومة لازم أني أحطها على فد قيمة قبل ما أربطها للدائرة مالتي أني. اوكي، اذا تحطوا هيك كلها صفاره فهذا الشيء خطر. نيجي نباوع، فهذا يعني قيمه المقاومه الصندوق 30 اوم، وهو الرقم الناتج من ضرب 3 في 10. هذا على افتراض بان جميع اسهم المتحكمات الخمسه الاخرى تشير الى رقم صفر، اذا نقول بان احنا دورنا بس هاي، بينما البقيه مثلا اللي هي في 1 اوم، في 100 اوم، في 1 كيلو اوم، وفي 10 كيلو اوم، وفي 100 كيلو اوم، كلهم بقيناهم على الرقم صفر، بس غيرنا هاي. أما إذا دورنا المتحكمة باء مع عقارب الساعة حتى أصبح سهم المتحكم يشير رقم 6، فهذا يعني أن قيمة المقاومة متغيرة الصندوقية تساوي 60 أوم، وهذا الرقم
الناتج من ضرب 6 في 10 هذا على افتراض بين جميع أسهم متحكمات الخمسة وأخذت الشير رقم 0. نفس الشيء هذا إذا فر ودي للستة، هذا معناته قيمة هالمقاومة 6 في 10 اللي هي 60 أوم. طبعا هاي البقية كلهن ذني صفار، احنا قاعدين نفترض احنا سد ندور بس هذا دم فر ويا عقارب ساعة، ذن البقية كلها احنا مثبتيها على الصفر هذني. أوكي نجي نباوع، ولكن ماذا لو دورنا المتحكم باع عكس عقارب الساعة حتى أصبح سهم المتحكم يشير رقم صفر إذا احنا صفرناها كلش، ومن ثم دورنا المتحكم جيم مع عقارب الساعة حتى أصبح سهم المتحكم يشير رقم 2، هذا يعني قيمة المقاومة تساوينا 2000 أوم اللي هي 2 كيلو أوم. هذا الرقم شون طلع؟ هذا رقم ناتج من ضرب 2 في 1 كيلو. المتحكمة جيم هي المسؤولة عن الواحد كيلو، هنا إذا نرجع لها هاي هي جيم، هي المسؤولة عن الواحد كيلو أوم، فشكو رقم أنا أفرها عليها معناته هو حينضرب في كيلو أوم، فإذا هي فريتها الآن صار رقم 2 هي ديش عليها، فحتصير هي 2 في 1 كيلو وبالتالي 2 كيلو أوم. وهنا الهم نوضح لكم إياه، وذلك لأن الرقم أسفل هذه المتحكمة يمثل معامل الضرب لها، حيث أن الكي هنا تعني كيلو أي ألف أوم، وهذا على افتراض بين جميع أسهم المتحكمات الخمسة الأخرى تشير إلى الصفر. ولكن هسه طبعا هاي الحالات لحد هاي النقطة تشوفون هاي النقطة لحد هاي النقطة دائما احنا قاعدين نفترض احنا قاعدين ندور متحكمة واحدة بس من هذين المتحكمات الستة، بس شلون إذا احنا دورنا متحكمات اثنين شنو اللي حيصير؟ اللي هذا الشيء هسه نشرحه هنا. ولكن ماذا لو أبقينا المتحكمة جيم في مكانها بحيث أن سهمها يشير رقم 2 ودورنا أيضا متحكمة تاء مع عقارب الساعة حتى أصبح سهم المتحكمة يشير رقم 5، أي كيف نحسب قيمة المقاومة تغير إذا كانت هناك متحكمتان أو أكثر لا تشيل أسهمها إلى الصفر؟ شنو اللي حيصير؟ إجابة سهلة، حيث يجب نأخذ بنظر الاعتبار الجزء الأول فقط من قيمة المقاومة، ومن ثم نأخذ بنظر الاعتبار الجزء الثاني فقط من قيمة المقاومة، ثم نجمعهما للحصول على قيمة المقاومة الكلية، وذلك لأن المتحكمات مربوطات على التوالي مع بعضها البعض. نيجي نوضح هاي. الجزء الأول من قيمة المقاومة مذكورة في نهاية الصفحة السابقة وشنو؟ 5%. ليش؟ متحكمة تاء إحنا قلنا بأن حنخليها يأشر للخمسة، وهي ماتها المعامل الضرب هو 100، وينها تاء؟ هاي تاء. هاي قلنا احنا حنفرها الى نصير على 5، مات المعامل ما ضرب هو 100، فهاي مننا 500 اوم. اوكي هاي 5 في 100 500 اوم. الجزء الثاني احنا ايش قلنا؟ راح ندور احنا المتحكمة الخاصة عن الالف نوديها للاثنين. اوكي المتحكمة الخاصة اللي هي الجيم، الجيم وينها؟ هي اللي هي الالف، هاي 1 كيلو اوم هي نفسها 1000 اوم. اوكي هاي فرناها وديناها للاثنين، فحيصير عندي شنو؟ 2 مضروبه في 1000 اللي هي 2000 اوم. ليش؟ سهم متحكمه جيم يشير رقم 2 ومعامل الضرب متحكمه تاء، سوري هاي لازم هاي جيم، هاي خطا مطبعي بالمنزله، هاي جيم، وذلك معامل الضرب خلاص يفهمنا خاف انسى بعدين. معامل الضرب المتحكمة جيم يساوي 1 كيلو أوم وهي تساوي 1000 أوم. إذا القيمة الكلية المقاومة المذكورة في نهاية الصفحة السابقة يساوي الجزء الأول زائد الجزء الثاني اللي هي هاي 2000 أوم زائد 500 أوم، هاي 500 زائد 2000 اللي هي 2500 اللي هي 2.5 مضروبة في 1000 اللي هي 2.5 في 10 قوة 3 اللي هي 2.5 كيلو أوم. هاي كلها طبعا هاي كلها هو نفس الرقم، هاي بس قاعد أعلمكم شلون تحولون من الأوم للكيلو أوم. أول شيء الرقم مالتكم تقسموه على 1000 وتسوون هاي العملية مال في 1000، بل احنا قسمنا الرقم شوفوا 2500 نقسمها على 1000 تصير 2.5 وضربناها في 1000، إذا هذا بعدها هو الرقم نفسه. هاي الألف هي نفسها 10 قوة 3 اللي نفسها كيلو. طبعا تقدرون أنتوا رأسا من 2500 أوم تقولون رأسا إذا هي 2.5 كيلو أوم، أو أصلا بعض الطلاب يقول يا أستاذ أصلا هي 500 أوم هي 0.5 كيلو أوم، وال 2000 أوم هي 2 كيلو أوم، 0.5 كيلو أوم و 2 كيلو أوم هي 2.5 كيلو أوم. همنا هذا الشيء قبله، ما عندي أنا طبعا أي مانع من أي شيء بإذن الله. عود بقية هاي المزنة عود على الفيديو الجاي، شيء اعتيادي رح نبلش من أنا عود بإذن الله، شيء اعتيادي إذا عندكم أي استفسار كتبوا لي بالتعليقات بإذن الله ما رح أقصر وياكم. وكالعادة الشباب خليكم بالبيت، أعرف أن حظر التجوال انرفع ولو بشكل جزئي مو كلي، بس بصراحة شو بعد هالوضعية مو كلش مريحة، وإحنا أهم شيء حاليا عندنا هو سلامتكم. يلا بإذن الله أشوفكم على الفيديو الجاي، تحياتي شباب، مع السلامة.